السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم بسبوسه بالجوز والشكلاط. نتمنى انكم تجربوها لانها لذيذه بزاف. تابعوا معايا مراحل التحضير. غادي نحتاج فيها 3 ديال البيضات. دائما البيض فيه 50 غرام، هو البيض المتوسط. عندي هنا 130 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كنصوبوا بها الحرشه، سميد رقيق. 160 مليلتر ديال زيت نباتيه، كاس تقريبا، كاس ديال السكر سميده، هو 130 غرام ديال السكر ابيض حبيبات. عندي هنايا ياغورت مسوس فيه 120 غرام، هو الزبادي او اللاروب، هادو الاسماء ديالو الاخرى. عندي هنايا 150 غرام ديال الجوز القرقاع، خديت منه حبيبات صحيحه هكا مزيان في الانفال. عندي 14 غرام ديال خميره الحلويات، جوج ديال لي ساشي. وعندي سكر منسم بالفاني 8 ديال الغرام. غادي ناخذ هاد الطحانه ندير فيها ياغورت، ندير البيض، الزيت، السكر، السميده، الخماره والفاني، كل شيء تقريبا كنديرو، ما كنخليو حتى حاجه، والكوز حتى هو، زائد شويه ديال الملحه لابد، ما خصناش نساوها، معلقه كبيره ديال الكاكاو، هذا الشوكولا بودره بدون سكر، وتنطحن كل شيء صافي. من بعد ما كتطحن مزيان غادي ناخذ مول فيه 22 سنتيمتر، ندير فيه شويه ديال الزيت نباتي وشويه ديال الدقيق، ندير فيه هذا الخليط. كنسخن الفران على 170 درجه وكندخلها واحد المده ديال 45 دقيقه مع المراقبه. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز يشعلوا غير من التحت، وحتى الفرن ديال الضوء الاحسن تشعلوا غير من التحت. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه، غادي نحتاج كاس ديال السكر سنيده، السكر ابيض حبيبات، تقريبا 150 غرام ديال السكر، زائد كاس الا ربع ديال الماء، تقريبا 120 مليلتر ديال الماء، زائد عصير نصف حامضه. وغادي نخلط، نسول هاد الهضم، نخلطو ونديرو فوق البوطه لدرجه الغليان، داك حبيبات السكر تذوب ما تبقاش باينه، ونطفي عليه. البسبوسه هي خرجت من الفرن، كندخلو فيها غير السكين، ملي كيخرج السكين نقي يعني انها طرات. غادي نخليها 5 ديال الدقائق عاد نسقيها. السيرو هو هذا، من بعد درجه الغليان داك حبيبات السكر ما كتبقاش نهائيا، صافي. غادي ناخد كله، غادي نكبو دقه وحده على هاد البسبوسه، وغادي نخليها تشربو، وغادي ننساها واحد 3-4 ديال الساعات حتى تبرد مزيان، وعاد نقطعوها. واحسن حاجه هاد البسبوسه الا باتت وعاد كليناها كتجي روعه. بعد ما كتبرد هاد البسبوسه كناخذ 50 غرام ديال الشوكولا الاسود، هذا الشوكولا الاسود غير محلى، كنزيد عليه كريمه ديال الشكلاط دانيت، كنحرك مزيان بهاد الكريمه هادي. غادي نغطي البسبوسه، غادي ندير هاد الكريمه على الوجه، ثم ناخذ هاد الحبات ديال الكوز اللي خليت، نديرهم هكا. الشكل النهائي هو هذا، نقطعوها نشوفوها من الداخل كيفاش تتكون. تجي بحال هذا الشكل هذا. نتمنى انكم تجربوها،
الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم للفيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح حلو على يوتيوب في لاباج فيسبوك ملح حلو. ما تنساوش تزوروا الموقع رسمي ملححلو.net وبالصحه والراحه.